كشف الفنان خالد عبد الرحمن عن خوضه أول تجربة له في مجال التمثيل من خلال مشاركته في عمل درامي سيعرض في رمضان القادم، وقال عبر مقطع فيديو قصير أنه سيشارك في مسلسل ضرب الرمال، معبرا عن أمله في أن تنال هذه الخطوة استحسان الجمهور وأن يروه بوجه آخر غير الوجه الذي اعتادوا عليه في الطرب. وبدأ خالد عبد الرحمن في تصوير مسلسل ضرب الرمال مع عدد من أبرز النجوم، وهو عبارة عن عمل درامي مأخوذ من ثلاثية ضرب الرمال للروائي محمد المزيني وإخراج ماجد الربيعان، ويستعرض أحداثا مهمة في التاريخ السعودي الاجتماعي والاقتصادي منذ عام 1956 حتى العصر الحديث.